بص بقى، بنبقوا مبسوطين جدا لما بنكون في المصيف، لكن اول ما بنرجع بنتصدم من اللي بيحصل لنا. بنلاقي لوننا اتغير جدا، اسمرينا قوي، سواء الوش والايد والرجلين. هو ده اللي انا هتكلم عنه في الفيديو ده، ازاي نرجع تاني للوننا الطبيعي. هقول لكم تقريبا على خطوات تمشوا عليها، والخطوات ديت لو عملتيهم فعلا هترجعي تاني لونك بمنتهى البساطة. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو، لكن متنسوش اللايك وسبسكرايب على الزر الاحمر تحت. واللي اول مرة يشوفني، انا يا فودة، ويلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ في الخطوات بتاعتنا، عايزة اقول لكم ان في تحذير مهم جدا تاخدوا بالكم منه. لو انا لسه راجعة من المصيف حالا ولسه في حرقان بيطلع زي سخونية كده في الوش، حاسة ان في لسه بشرتي متحسسة شوية، حاسة ان بشرتي حساسة من اقل لمسة او من اقل كريم او اي حاجة، بحس ان في حرقان شوية في البشرة، بعمل ايه في الحالة ديت؟ لو فيها اي التهاب بستخدم حاجة اسمها هاي بانتين، وفي طبعا انواع تانية، جيبوا اي نوع يكون مناسب ليكم. لكن اهم حاجة اوعوا ان انتوا تستخدموا اي كريمات تفتيح في الوقت دوت. طيب، وكان ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل بعض الماسكات اللي بتهدي من الالتهاب وبتخفف جدا من حروق الشمس. ان شاء الله هنزلها لكم قريب على طول بعد الفيديو ده. يلا، حاجة هتكون معانا، وديت طبعا اللي هتمنع اي اضرار تانية تحصل معانا، يعني ما تتجاهلهاش تماما. انا خلاص اوريدي اسمريت من الشمس، لكن انا ممكن انزل في اي وقت بالنهار. بعمل ايه؟ بستخدم سان بلوك، بستخدمه يكون بمقام 70 كريم، يعني السبعين دول يكونوا مليانين كريم، وبدهنهم على بشرتي. وقبل ما انزل بيكون بتلت ساعة تمام كده. ومش بس كده، البس نظارة الشمس والبس الكاب، ولازم طبعا لو ايدي او رجلي متعرضة للشمس لازم كمان استخدم السان بلوك تمام كده، وبيتجدد كل ساعتين. ما تنسوش النقطة ديت، لان نقطة مهمة جدا جدا. بعد كده بقى انا خلاص اوريدي استمريت، لكن لازم اعمل الخطوه دي، مش اوريدي استمريت وارجع تاني انزل في الشمس، لان كل الخطوات اللي هقولها بعد كده مش هيبقى ليها لازمه لو انت ما زلتي بتنزلي في الشمس. نبدا في الخطوات اللي هترجع اللون بتاعنا زي ما كان. اول حاجه، بعد ما بستخدم الغسول بتاعي اللي هو بيكون مناسب لنوع بشرتي، بعد كده هبدا ان انا استخدم قطنه، وتكون القطنه دي مغموسه في لبن. يعني ايه مغموسه في لبن؟ يعني بغمسها في كميه كويسه قوي من اللبن، وببدا امسحها على بشرتي، وبعدين بسيبها لحد ما تنشف كده على بشرتي، وببدا ان انا اشطفها بميه عاديه جدا. طيب، بعد الحركه دي بقى هعمل ايه؟ ممكن ان انا استخدم تونر. التونر ده ممكن يكون ميه ورد، واهم حاجه تكون ساقعه، يا اما ان انا استخدم ميه اللي هو الشاي الاخضر. بعمل شاي اخضر عادي وباخد الميه بتاعته طبعا من غير سكر، وبعد ما بعمل الشاي الاخضر في ميه تكون سخنه، بستنى خالص لما بتهدى خالص وتبرد، بعد كده بحطها في ازازه بخاخ وبدخلها الثلاجه، وببدا ابخ منها في كل مره بس كده، وهي ساقعه على البشره. بعد كده ببدا اجيب بقى مرطب. المرطب ده اهم حاجه يكون مرطب طبي. مرطب طبي يعني ما يكونش حاجه تجميليه من اللي موجوده في الهايبر، لا، انا عايزه مرطب طبي وبشرتي لسه متبلله شويه، عليها لسه قطرات من الميه، ابدا ان انا اوزع على بشرتي الكريم المرطب. طيب، انا هستخدم المرطب ده كم مره؟ هستخدمه كذا مره، هستخدم مرطب على قد ما اقدر. يعني ايه؟ يعني انا لو بشرتي دهنيه هبدا احط كميه بسيطه قوي صغيره خالص، ويكون مرطب مناسب للبشره الدهنيه. طيب، لو انا بشرتي جافه، على قد ما اقدر بقى، بس تكون بشرتي مبلله، واحط كميه مناسبه واوزعها على بشرتي. خطوه كمان مهمه قوي، ان انا كل اللي هعمله كل اسبوع هحتاج ان انا اعمل ماسك. الماسك ده انا هنزله لكم، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هحتاج بس مره في الاسبوع ان انا اعمل ماسك يساعدني على التفتيح. هاجي بالليل خالص هستخدم كريم تفتيح، في اتنين كريم، يا اما بروزلين يا اما يكون بيرلا. بيرلا دوت هحط لكم صورته، كريم سعره مش غالي، هو مسته اللي هو امن جدا على البشره. هبدا ان انا استخدمه كل يوم بالليل، وهستخدم طول اليوم المرطب واللبن اللي انا اتكلمت عنه. بس كده هيفرق معايا جدا، وهلاحظ ان بشرتي رجعت تقريبا زي ما كانت، وبجد يعني هيفرق معاكم. عايزاكم بس تجربوا الموضوع دوت. اما بالنسبه للايد، انا نزلت لكم فيديو قبل كده ازاي ترجعي لون ايدك زي ما كان، واتكلمت عن كريم حلو قوي، هحط لكم برده الفيديو بتاعه في صندوق الوصف لو حابين حد يشوفه، لو ايديه اغمقت او رجليه وحابب يفتح. بس كده، متنسوش بقى اللايك وسبسكرايب. باي باي، واشوفكم في فيديوهات تانية.